السلام عليكم. اليوم نعرفكم بتجربة جديدة في ميدان زراعة القمح بكل أنواعه، وهذه التجربة تاع الشراكة ما بين مستثمر جزائري ومستثمر من العربية السعودية، إذن واللي أعطت نتائج جد مشجعة في ولاية المنيعة. إذن بدون ما نطول عليكم، نخليكم تعرفوا على هذه التجربة بكل تفاصيلها في هذا الفيديو، والسلام عليكم. ظرف سنة واحدة من تاريخ إعطاء إشارة الانطلاق للاستثمار السعودي الجزائري في مجال إنتاج الحبوب والأعلاف بولاية المنيعة، تم تحقيق رقم فاق 50,000 قنطار بنسبة 10% من إنتاج ولاية المنيعة كلها في مجال إنتاج القمح. عبد الكريم الشريك الجزائري المسير لهذا الاستثمار الدولي يقف شخصيا على عملية الحصاد ونقل المنتوج إلى مخازن ديوان الحبوب. الحمد لله، إن شاء الله السنان إن شاء الله بحول الله نخرجوا حوالي 50,000 قنطار، ولا إن شاء الله نفوتوا 50,000 قنطار إن شاء الله نفوتوها، ولكن هذا بالمجهودات نتاعنا، هذا مجهودات يسمى الكهرباء ما عدناش، هذا راه يسمى لا بالجروبات، وحنا مادا بينا حنا باقيين نمشوا كيما راني وعدت هنا اللجنة تاع الوايسي، باقيين نمشوا إلى 5 ملايين قنطار ولاية المنيعة. بعد الانتهاء من حفر الآبار ونظرا لما تحمله ولاية المنيعة من مقومات إنتاج، يرفع الشريك الجزائري التحدي السنة المقبلة لإنتاج القمح اللين، والذي تحقق فيه المنطقة من 80 إلى 90 قنطارا في الهكتار الواحد، أين يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة. هذا الاستثمار السعودي الجزائري راهي إن شاء الله خدمناه بدراهمنا الخاصة، ما خدمناه لا بونكا لا كريدي بونكا لا دعم لا رفيق لا تحدي، خدمناه بدراهمنا الخاصة، ورانا نجروا على السيادة الوطنية، رانا نجروا الهم نتاعنا إن شاء الله على السيادة الوطنية باش هذا القمح يكون متوفر، وخاصة البذور الزريعة راها ناقصة. الحمد لله الجزائر راها جندت، سيرتو هذه شركة الوايسي راها جندت باش تدير الاكتفاء الذاتي في الزريعة، تكون لا إن شاء الله في الجزائر ما تكونش نسوردوش من الخارج. مرافقة مثل هذه الاستثمارات الكبرى وتوجيهها نحو الزراعات الاستراتيجية على غرار إنتاج القمح اللين الموجه لصنوع الفرين، وذلك لحفظ الأمن الغذائي، وأن الجزائر تستورد هذه المادة من الخارج في حين توجد إمكانيات ضخمة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بها وحتى تصديرها للخارج في حال تم توفير متطلبات مثل هذه الاستثمارات من كهرباء ومرافقة تقنية ومراجعة للأسعار.